ممكن يا أبو محمد نتناقش؟ طيب طلال، ممكن تفتح غرفة خاصة الآن بارك الله فيك، وتسوي لي دعوة أنا وشهاب، ونعطي أختنا مريم أو أي أحد من الأخوة الموجودين. طيب أنت حر، أنت حر يا شهاب الدين. أما مسألة أن نغلق الغرفة من أجل جست مال أو غير جست مال، والله لن يهمنا، هو لن يهمنا كثيرا. ارتد، الله عز وجل يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما تبين لهم الهدى، فلن يضر الله. شوف، لا، من قال لك يا شهاب؟ من قال لك يا شهاب سبب الإهمال والأسلوب؟ والله أنا وجستبال متواصلين، أنا ما أدخل إلا وأرسل له، يعني الإخوة بارك الله فيهم المقداد وأزبرات وغيرهم من طلبة العلم موجودين في الباتوك، بشكل يومي يرسلون لي بعض الرسائل أو كثير. نعم، تشيع الرجل ومن معه، نعم تشيع، وأنا أرسل له كثيرا. هل معنى ذلك أن الأخوة جميعهم أهملوا يا شهاب؟ لا، مؤكد. كيف مو مؤكد يا مريم؟ شهاب يقول تشيع، يقول نعم تشيع، تقولين ليس مؤكد. من مصر يقول أكيد شهاب. كيف يا أخوان تقولون لا مو بأكيد؟ لكن هل معنى ذلك أنه والله إذا خرج جسمان راح الغرف الشيعة نلحق به ونمسكه؟ هو أصله كان سني، ثم ارتد، ثم رجع في الإسلام، ثم ارتد. لكن الله عز وجل قال لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، لن يضر الله شيء وسيحبط أعمالهم.